جبهتين، هناك تقدم كبير في الصراحة على عدد من الجبال العالية والحاكمة التي تحقق التقرب نحو الرحب والعاصمة صنعاء من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة بطيران المقاتل لدول التحالف العربي. نعم. هذا التقدم نحو العاصمة صنعاء أربك الميليشيات الإنقلابية ولاذت بالفرار تاركة أسلحة كثيرة، وأصبحت سندا ودعما للمزيد من تقدم القوات والسيطرة على الأرض والوصول إلى منطقة أرحب. هناك مناطق أو أجزاء من منطقة أرحب تحت السيطرة النارية، هذه المناطق المحاذية لمديرية نهم، وسوف تغير الموازين على الأرض وستنهار الميليشيات الإنقلابية. اليوم تم استكمال تحرير التبة الحمراء وكذلك تبة القناصين التي هي عبارة عن تباب حاكمة ومسيطرة في منطقة نهمة. قوات الجيش الوطني تسير بخطوات ثابتة تحقق انتصارات متوالية ومستمرة بحسب الخطة المرسومة قبل إجراء العملية العسكرية. المقاتلون اليوم في الميدان لديهم رصيد الوعي والمعنويات العالية والثقة والتجربة في إدارة المعارك والسيطرة على الأرض بمختلف الجبهات. نعم سيادة العميد، أين تتركز المواجهات حاليا؟ يعني في أي منطقة؟ هي بعد منطقة ضبوعة بالقرب من مديرية أرحب. إن شاء الله خلال الأيام القادمة ستكون القوات في أرحب إن شاء الله. هل يعني كما قلنا فعلا نعم. تصل مدى المدفعية إلى معسكر الصنع. هل سنشهد خلال الساعات الماضية إعلان عن تحرير أو تأمين يعني مديرية نهم بالكامل من قبل قوات الجيش؟ هناك باقي بعض الجيوب والأجزاء البسيطة، إن شاء الله خلال الأيام القادمة سيتم استكمال مديرية نهم.